أي الحباب، اليوم في حصة Let's Play سبيسيال شهر جوان خرجات الجيمينغ خويا، كاين دو سوبر جو رامي سنو فيكم وبالك دو غوتي بوتنسيال. ناجي بموسوعة السينما ديالنا سبيسيال فيستيفال دو كان والبالماراس، خرجات تاع الأسبوع بيان سيغ وروكومونداسيون تاع السينما ديالو، وبيان سيغ قصرة وضحك وما تنساوش في آخر الحصة رأس رأس سبيسيال فيفا أنا ونجيب. لكن قبل ما نقلعو أخبار وتقرعيج، أي أخبار وتخرج فري موسكلي اليوم، بيسكو من أجمل ألعاب PS5 رايحة تصدر 26 جوليا المقبل. راشت أن كلانك ريفت أبارت بوختي من عند الستوديو مسبيسياليس في البوختاج نيكسيس، هذاك الستوديو اللي عنده CV سوبر شباب ومشتري من عند سوني، ديجا خدم لي فيرسيون مع سموغاليس وسبايدر مان PS4. المهم راتشيت ان كلانك ريفت ابارت يصدر 26 جونيا المقبل على البي سي بيان سور، بالاس اس دي، بالري تريسينغ، بالانفيديا ديال اس اس 3 ولا ام دي اف اس ار 2، وبيان سور عنده الاف بي اس انلوكت، معناتها تقدر تطلع بالك 120 اف بي اس. اتسمى لو بلو بو جو تاع البي سي هاو جاي مع عند لي كونسول تحير في الدنيا شريكي. دوك نجوزو المعلومة سبيشال اكس بوكس سيري اكس، فيبل يونيفير سوبر شباب حصريت لي كونسول اكس بوكس والبي سي، اون ساغا ا سوكسي كريتيك لي بدات مع مسيو بيتر مولينو على ستوديو لاين هات ستوديوز. بغيف الاكس بوكس شوكيز راهو جاي 11 وان المقبل، ونورمالمون راح ينزهو بجمال الرسومات تاع فيبل نيكجن. اللعبة تستعمل فورزا تاك لانجيني يخدمو بيها فورزا اوريزون موتور سبور، ومخدوم عند بلاي جراوند جيمز تحير شريكي، ديفلوبر لي يخدمو لي جو دو كورس يطاكيو فيبل. هادوك اللي يحبوا الفن السابع وخاصة افلام الانيميشن، نينجا تيرتلز تينيج ييرز راح يكون منافس قوي لسبايدر مان اكروس ذا سبايدر فيرس اللي يخرج داير اليوم. المهم كوموندي بيتزا شريكي سوبليمون فروماج بيان سور، بيسكو سلاحف النينجا يمضيو عودة فري ستيلي لي غرافيزم والانيماسيون يشبهوا الكونكورون ديالو تاع سبايدر مان اوسكاريزي شريكي. تاريخ اصدار نينجا تيرتلز تينيج ييرز 2 أوت 2023 في الماريكان، وبينما جيد راح يجري باش يشوفو بالك يخلص بلاصتو. اي اخبار وتقرعيش في النهار اليوم نعطيكو توت سويت البلاطو تاعنا مع جورنال دو جيك سبيسيال خرجات تاع شهر جوان جيمينغ. اي سلام اتهلاو. دونك الحباب كيما شفتوا اخبار وتقرعيج، وقصتنا الخطر على واحد لو جو اللي خارج على البي سي ان شاء الله برك نتيستيوا كي الحق، اللي هو راتشات ان كلانك ريفت بارت حصريت بلاي ستيشن 5. لازم شوف هاد ليميسيون هادية شاكو بجي نحطو لهنا عنده عفسة في الحصة نحكيو لكم. ايا نعطيكو توت سويت جورنال دو جيك سبيسيال، ماشي غوتي 2023 مي خرجات شهر جوان. دونك شهر جوان يبدا اليوم شريكي، لو 2 جوان يبدا اليوم. كايف علاش؟ خاطر ستريت فايتر رقم 6 سيزيام ايتيراسيون تاع اللعبه هذه خارجه اليوم على كاع لي كونسول سوف لا اكس بوكس وان. لو جو دا يستعمل ار او انجين، الموتور معروف عند كابكوم، وشغل كيش يقولوا دار الخدمه في المستوى لي انيماسيون فري شابين. الى تشفى والحصه اللي ربحت فيها نجيب في تعاليق قولوا لنا ما كانش طريحه على كل حد، كنت لعب قبل زعما خرجت لك سوبر شباب. خلينا الوغ لو جو هذا بيان سور فيه 18 كاركتر في الروستر دو ديبار تاعو، وبعد باينه عباك لو ستريت فايتر شو لا بوليتيك تاعهم يقعد واحد 5 اون تفتح لي كاركتر، يقعد هو شو في كاع حياه الجيل تسمى بي اس 5 واكس بوكس سيريز، وكاع لي بيرسوناج يتزادوا اون دي ال سي. دونك جو او توب كومبا شريكي. معلومه سيك هذا العام هذا يوغا تكنويت غانا ومورتال كومبا في شهر سبتمبر. جوزو لعبة أخرى كيف كيف شهر جوان هدايا يسموها ديابلو شريكي، ديابلو 4 كاتريام إبيزود اللي خرج شغل طاول با أبخي التروزيام إبيزود. دوكو ديابلو سي اون ساغا معروفة بالبزاف سورتو صحاب البي سي، أنا نشوفها بلاي ستيشن 1 لعبتو، ولو 2 كان على حسابي لو ميور إبيزود، وهاد 4 هذا عطاو له دي نوت فري شابين عند الميتا كريتيك 88% حد الآن. لعبة تخرج 6 جوان المقبل، وهذا الجو هذا بيان سور هاكن سلاش باين. مي شوف نقول لك عفسه نجيب، سيكو حنا موالفين لي اوبن وورد بكري دوك لي جو شغل لا كاميرا في لا ثوازيام بيرسون ولا تي بي اس. هاد الخطره لا فيو تاع ديابلو شغل هكذا، شغل شويه ايزومتريك وطالعه هكذايا اوبن وورد. ايماجيني سي
اول خطره نشوفو في لا سيري تاع ديابلو هاد الخاصيه هادي. وعلاش انا اللي داروا جوستمون بالك يكون بريتوندون الجوتي 2023 باسكو بليتزار كيفاش داروا شوليزون كاسي لا ستركتور تاع اللعبه تاعهم وفتحوا العالم دونك راح يكون ان شاء الله بالك بريتوندون الجوتي 2023 وحبيبنا زلدا وبيان سور دوتغ جو. الوغ لايرز اوف فيلز عند لا بلوبر تيم لي بولوني لي خدموا لنا ليكسيلون والهايله ذا ميديوم وراهم يعملوا اكطوالمون مع كونامي على سيلنت هيل رقم 2 ريميك. نقدروا نقولوا بلي هاد لو ديفلوبر شغل سبيساليزا روحو في لي جو تاع الخوف تاع الرعب. والخاصيه تاع لايرز اوف فيلز سي لي دو اس، الاس في الديبي والاس في لافان. علاش؟ خاطر عندنا لايرز اوف فيلز الاولاني الثاني زادوا له ان دي ال سي ما عندها حكمه العجينه الاصليه وداروا كيما نقولوا حنا ريميك مخدوم بال انغيل انجين رقم 5 لي زيماج فري شابين الموتور لا لوميير نعجبوني في لي جو دور. انا نجيب شي با الا انت مال تقصر شويه لي جو دور بوكو بلوس فيلم دورور مي لعبت بوكو جو دورور كيما كريت طروي خوف شويه شويه كي جا هذاك هبلك دوك شوف ما في فان نحكي لك على كريت. الو نعاودوا للعبه تاعنا سي كانوا شي عجبوني في لي جو سي لو مونتاج فيزوال لي زيماج كيفاش يديفيليو عندك بارفوا راك في جهه هكذايا وتشوف تحولات عضويه اورغانيك تبع تشوف الحيط لاروي الصديد دونك هادوك لي ميتامورفوز هادوك فريمون يزيدوا ليميرسيون في اللعبه ولو جو هدايا خارج 15 جوان المقبل مشروع 100% نيك جن والبي سي سي سور راح نتيستيوه وفي بيان سور الخاصيه تاع سون فلي باسكو في الخوف لازم تعرفوا حاجه الضوء والصوت سي لي دو زيليمون اسونسييل باش تخوف ولا تلعب بنادم. جوزو اللعبه اخيره تاع شهر جوان كيف كيف جو هذا كي نقول لك نجيب راهو بريتوندون كبير الجوتي 2023 فاينل فانتزي رقم 16. فو سافوار كو في لي زيبيزود كانونيك تاع فاينل فانتزي عندنا لعبه وحده كل 5 سنين معناتها سكويرينيكس ياخذوا الوقت بزاف باش يخدموا التريبل ا تاعهم وشاك فوا يبدلوا العجينه كي لي شغل كاينش ولا ريميك باسكو ما كاينش كيفاش بونجي بونجي كيما تحب شباب يا خو راهو شافتا 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 حبيبنا. دونك اف اف 16 لعبه اللي لحقه 22 جوان المقبل حصريه بلاي ستيشن 5 حاليا لكن بالك راح يكون يخرج على البي سي من بعد بيان سور لي زاميليوراسيون تكنولوجيك دونك ماشي عالم مفتوح بصح ليسونسيال تاع دو جلاسيك ليكيب اللي تخدم اف اف 16 سي الكيبا اللي دارت فاينل فانتزي رقم 14 اللي كان كاريتي في لا فيرسيون بلاي ستيشن 3 ومن بعد حكموا العجينه الاصليه وعاودوا بناو اللعبه باش خرجت في بلاي ستيشن 4 اونلاين وعرفت لو سوكسي اكطوال. دونك اف اف 16 بارمي لي غروند سورتي ماجور تاع شهر جوان حصريه بلاي ستيشن 5 وما تنساوش باللي كاين يوغا بيان سور اف اف 7 ريبيرث هذاك او اتوندو اخر السنه. دونك بيان سور شهر جوان كيما نعيط له انا الهبال شريكي كريت طروا فيفا شايف يا ودي تقلبت مقبلات بينه وبينه هذه لازم نحكي ولا ماشي دوكا بصح بالك في ريزو سوسيو ان شاء الله فيها الو لي جو لي خرجوا شهر جوان عطيتكم انا لي كات سورتي ماجور الكبار اللي تي بي الي منتظره بزاف بصح كاين دوتر بوتي جو نقولوا فيهم الي يعني فيهم كراش بانديكوت نخليكم افيك بوتي كليب ان شاء الله المونتور قتلوا شوف 50 ثانية دبر راسك جدلها في 50 سكوند شوفوا معنا لي زوت سورتي تاع شهر جوان.
Alors mes amis, bien sûr, ma tnsaouch, ma waqa' atawasol l'ijtimaï ta' Let's Play point officiel. Gaa les plateformes rana disponibles hadrin ma'akoum. Surtout, ala YouTube, moulqouloub, chériki. ما تنساوش تكومونتيو لي فيديو تاعنا قولوا لنا نتوما شنو هما لي جو اللي عاجبينكم لاكوت فريمون تحوسوا تدبروهم وتلعبوهم في شارج وان دو كان جوزو لا ريبريك تاع كريد باردون تاع ناجي الله يبارك راهو قريب كيما كريد قول الله يبارك جوناثان ميجرز شوف انت عزيزي المشاهد راك تشوف فينا قول الله يبارك على موسوعه السينما حكي لنا مواضيع بزاف عنده فيستيفال دو كان لي ريكومونداسيون ولي سورتي سينما تاع الحيط من تقديم نجيب. دونك شفت باش ما يزحفوش العشاق فيستيفال دو كان المشاهدين اللي يحبوا لي فيلم دوتور لازم نقول لكم باللي فيستيفال دو كان ما فيهش غير لا كومبيتيسيون اوفيسيال فيه بلوزيور سيكسيون وكاين اللي منهم شويه انديبوندون باغ اكزومبل عندنا لا كومبيتيسيون اوفيسيال عندنا سانتا روغا عندنا لي انديبوندون لا شيمان دو لا كريتيك عندنا لا كانزان دي سينياست ولا كانزان دي رياليزاتور لكن حبيت نحكي لكم على كات بالماريس تاع كومبيتيسيون اوفيسيال فقط كات كاتيجوري افضل ممثل افضل ممثله grand public وعندنا ايضا لو غران بري استغفر الله ونهضروا على البالم دور في النهايه نجيب معليش نقطه قبل ما تروح جوستمون البالماريس على الفيستيفال دو كان شغل هذه سي لا 76ام اديسيون نذكروا برك المشاهدين الثقافه العامه والثقافه الشخصيه في السينما سي كو الاول فيلم ولا لو سول فيلم جزائري نال بالم دور لي كرونيك دي زاني دو بريس تاع الاخضر حامينا بالعربيه يسميوه وقع سنين الجمر الاخضر حامينا دونك سيتي اول اي لو سول على حسابي نعم لنا ان شاء الله بالك من الفوق يكونوا جوائز اخرى ان توكا ما تنساوش بلي فيستيفال دو كان سي ان فيستيفال افون تو دو فيلم دوتور نقدروا نقولوها وين شفنا بزاف لي سينيماتوغرافر يعني تارانتينو زادوا من هذاك كوبولا جازو بزاف لي سينياست بيان سير بيان سير دونك نبداو بلو بري تاع افضل ممثل بيست اكتور اللي ما راحش لمايكل بي جوردان راح لكوجي الياباني كوجي ياكوشو اللي لعب في لو فيلم بيرفكت دايز هذا الممثل معروف لو غران بوبليك لكن كاين بزاف اللي بالك يقول لك هذا وين شفناه شفنا في واحد لو فيلم اسمه بابل 2006 غني عن التعريف فيه بلوزيور استوار ولو فيلم تريز اسانسان غني عن التعريف اللي خرج عام 2010 مبروك عليه افضل ممثل ولك تشوفينا كوجي كابوتو كازوكو خويا مبروك عليك انا نسناو في الحلوه كش ما يبعث لنا خلاص دونك نجوزو افضل ممثله افضل ممثله راحت لتركيا مير ديز داس يسمها هكا جيسبر باك ما غلطتش اسمها لعبت في لو فيلم اباوت دراي جراس انا ما نعرفها شخصيا ومشت حتى عمل تاعها هي شخصيا كي قالوا لها ربحتي بري داتا ويتاسيون فيمينين قلت لها شكون اللي نربح؟ قالوا لها بتركيا بالك لا لا قالوا لها انت شايف شكدم لوسوسيال شاور الممثله هذه مبروك عليها لكن انا شخصيا نعرف المخرج اللي دار هذا لو فيلم اللي جاز في فيستيفال دو كان بليزيور فوا بالتحديد في عام 2011 نعرفه شخصيا لا لا والله غرق نعرفه شخصيا نعرف افلامه افلامه شخصيا شريكي راك على بالك لازم تبريسيزي خويا خلاص ميرف ديز داز افضل ممثله في فيستيفال دو كان تبع 76 دونك نروحوا لو بري غران بري واسمو هكايا دونك لو غران بري راح لو فيلم ذا زون اوف انترست للمخرج جوناثان غليزر هذا المخرج جوناثان غليزر انا شفت فيلم واحد تاعو اللي واسمو باش ما نغلطش اسمو اندر ذا سكين 2013 ان فيلم ساي فاي لكن في هذا لو فيلم راح من الساي فاي دار ان فيلم دو بيريود ان فيلم دراما اللي الاحداث تاعو يديروا في الحرب العالميه الثانيه مبروك عليه غران بوبليك لازم نديروا ثانيه عفسه هذا لو فيلم حد الان ما عندناش لي دي سورتي تاعو نعم. الحقوق التوزيع تاعو في الولايات المتحده الامريكيه شاتو مع شركه اللي اسمها A24 للمره اللي فاتت دات شكاره لي زوسكار دونك غران بوبليك جوناثان غريزر ذا زون اوف انترست دونك نروحوا لا بالم دور اخر زعما هذه هي اللي المخرجين كامل نقولوا يحلموا بها نعم بالم دور راحت للفرنسيه جاستن تريت اللي دارت لو فيلم اون انجلي اناتومي اوف فول بالفرنسي والله نسيت اسمه بالانجليزيه اناتومي اناتومي اوف فول اوف فول فول سي لوتان اف ا ال ال اناتومي اوف لوتان واش تحب نقول لك يا خويا ليسونسييل بان شغل يعير الراس شويه نو هذا الفيلم اون فيت ليستوار تاعو تصرا في محكمه عيطوا لهم الكورت الكورت روم موفيز قالوا لي كريتيك اللي شافوا ليستوار قال لك سي ليستوار اللي ديجا فيو لكن
فيلم ان بون فيلم ايفيكاس مع دانزل واشنطن. لا 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 هذه المره اون فيت هذا لو فيلم لازم لازم نقولوا حاجه ثاني. المخرج جاستن ثريت بالك يقولوا للناس ما يعرفوهاش في فيستيفال دو كان ما لازمش تكون مخرج معروف ما لازمش تكون مخرج كونفيرمي لازم يكون عندك ان بون فيلم واللي جوري يعطوك البالم دور. اوكي ماشي هي تال المراه الثالثه اللي ربحت. معلومه مهمه ثاني سي لا ترويزيام فام اللي ربحت البالم دور. عندنا المخرجه الاولى اللي هي جان كامبيون. جان كامبيون هي الاولى بيان سور. عندنا جوليا دي كورنو اللي درتها غير كيما بلو فيلم تيتان. سي ان فيلم دو جور كيما هذايا سي ان فيلم دو جور لكن هذا تريلر. تيتان سي ان فيلم دورر ساي فاي اون فادير سايبر بانك. لازم نذكروا المشاهدين تاعنا بلي العام اللي فات ربح المخرج روبن اصلا نورمالمون بلو فيلم تاعو ذا تريانجل اوف سادنس. ومعلومه ثاني كي هذا كي جوليا دي كورنو راهم في لي جوري تاع فيستيفال دو كان هذا الطبعة. حبيت ندير معلومه فقط شافت شغل هي معلومه صدفه فما كيما حبيت شافت شوف الموزع الامريكي تاع هذا لو فيلم اناتومي اوف فول واسمه نيون. وهذا نيون وزع بارازيت بالمودر 2019 ولا 2020 وزع لو فيلم تيتان وزع لو فيلم تريانجل اوف سادنس وزاد والموزع تاع هذا الفيلم. واش حاب تقول انا واش حبيت نقول ما عليك خلوا المشاهدين تاعنا يقولوا لنا راي صاحبي وخلاص. دونك نيون هذا يدير افلام شابين بزاف منهم لو ديرني فيلم تاع ديفيد كرونينبرغ ولا لو فيلم سبنسر اللي حكى على برنسيس ديانا. كملت مع كان كنصيب شو قبل ما تجوز رابيدمون لي سورتي تاع لا سمان حبيت برك بين قوسين على انديانا جونز الفيلم الاخير تاع هاريسون فورد. شفت باللي انا سمعت لي كريتيك تاع لي جورناليست سينما اللي شافوا عباك بلي كان بزاف اللي شافوا في الفيستيفال دو كان. نعم لي كريتيك راهم شويه شويه عباك نص نص. كاين اللي عجبهم كاين اللي قال لك اوروزمو هاريسون فورد راهو في الفيلم. دونك انت يا اسكو عندك هكذا دي زيكو ولا على انترنت؟ شوفوا لي ميديا تقسموا لي ميديا تاع فرنسا شكروا ماشي تتعاطفوا معاه شويه لانه اخر فيلم تاع هاريسون فورد كان انديانا جونز. لكن الصحافه الامريكيه كسرت الفيلم وانا شخصيا عندي ثقه في الصحافه الفرنسيه اكثر من الصحافه الامريكيه سورتو في فيستيفال دو كان. دونك شباب ماشي شباب لازم نشوفوه ما بقاش ان شاء الله يخرج اخر شهر جوان. اخر شهر جوان ان شاء الله دو جوستومون لا ترانزيسيون شريكي لي سورتي تاع الشهر. دونك حبيت تاع السمانه ماشي تاع انا حبيت نعطيك لكم تاع اليوم تاع اليوم تاع اليوم 2 جوان راح يكونوا كيلكو سورتي نبداو بلو شيدوفر لا سويت تاع لو شيدوفر لا سويت. نعم سبايدر مان اكروس ذا سبايدر فيرس لا سويت تاع سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس لو فيلم اوسكاري لو فيلم دانيماسيون اوسكاري. لازم المشاهدين تاعنا يعرفوا بلي هذا الفيلم راح يكون البارت 1 من الجزئين لا سويت تاع انتو ذا سبايدر فيرس. ثاني جزء راح يكون اسمه بيوند ذا سبايدر فيرس راح يكون في 2024 ان شاء الله. دونك هذه المره راح نشوفوا توجور مايلز موراليس مع جوين ستيسي وبيتر باركر في مغامرة هذه المره في المالتيفيرس. راح نشوفوا دي سونتين تاع دي سبايدر مان وكاين منهم راح نكونسونطريو فيهم باغ اكزومبل راح نشوفوا سبايدر مان 2099 راح نقدروا نقولوا يكون ذا مين فيلن تاع هذا الفيلم. لازم نوتي حاجه فقط على الفيلم هذا سي كو غاردا لي ميم رياليزاتور لي تخوا هذوك اللي هما بون سانتوس جاستين وباورز عطيت لكم البرينو تاعهم ما صراتلهمش كيما كريد. باسكو كريت سيتي غان كوغلر خدم بيان من بعد كي جا مايكل جوردن. مايكل جوردن مايكل جوردن دونك ما بدلوش ليكيب تكنيك تاعهم ميم لو ستوديو قعد سوني انيميشن ولو بيجي زاد وكاينه واحد لابات ارتستيك هذه قعدت لوسكار جو بونس داو على جوج. كاين واحد المعلومه شفت حبيت نبارطاجيها مع المشاهدين تاعنا في لا في اف اللي دارت جوين ستيسي سبايدر جوين بدلوها هذه المره راح تكون الممثله الجزائريه شيرين بوتلا راح دير لا في اف تاع جوين ستيسي. مبروك عليها مبروك عليها جزء ديال مانيفيست. مانيفيست هذه هذا حكايته حكايه داروا 3 سيزون شركه ان بي سي موازي ان بي سي غادي تعريف نتفليكس شرات لي دروا دارت سيزون 4 قسموها اون دو بارتي. البارتي الاولى خرجت في نوفمبر اللي فات 10 حلقات واليوم ما شاء الله 10 حلقات ونكملوا المسلسل الغني عن التعريف نقدر نقولوا كلاسيك بوتيتر بوتيتر شغل سلايدرز شغل سلايدرز. انا نشفى النهار اللي كبرت معاهم فادي هذا المسلسل موسم الاخير تاعو البارت الاخير تاعو اليوم ما شاء الله. نجيب دوكا لازم نطرح لك سؤال رابيد. تفضل تفضل نجيب اسكو تبرمت هاد الايامات؟ لا لا ما تمرمتش بس ما تمرمتش ما شفت اللي تمرمت لكن اللي تمرمت. لا لا غاد واحد نشوفه غاد واحد نشوفه ان شاء الله. اللي تمرمت نذكر المشاهدين تاعنا باللي خرج الاسبوع الماضي لكن كاينه اون سورتي جديده هذا الاسبوع ان فيلم ضرير اللي لازم نهضروا عليه. بوغي مان يا اسمح لي بوغي مان الله غير سمح لي تعرفني باللي فان تاع ستيفن كينغ. دونك بوغي مان حيكون ادابتاسيون تاع اون استوار
اللي كانت في كتاب اللي هو اسمه نايت شيفت، خرج في 1978 اللي كتبوا لو ماتر دولورور ستيفن كينغ. هذا المره راح يكون اخراج روب سافيج اللي دار واحد الفيلم بالك تعرفوا اللي اسمه ذا هوست. هي بوغي مان شغل اللي يعيطوا له بالفرنسيه ماشي لو مونستر دو بلاكار. لا لا بدلوا له اسمه، بدلوا له اسمه في هذه لا فيرسون شي با على سموه هكاك مي سي با لو مونستر دو بلاكار، لكن ذا بوغي مان ان شاء الله اليوم في قاعه السينما. بعثوا لي هنا قالوا لي كروك ميتان. فوالا لك تتريشي بصح كان كاين كان كاين فيلم واسمه والله واسمه بوغي مان. Parce que avec Boogie Man, le titre a ces titres de plusieurs films d'horreur. Non, mais Boogie Man, c'est Stephen King. Les autres, mais c'est Stephen King. Je vais vous dire. Quand il y a un film, Boogie Man, ou quand il y a des chiens qui sont très rares, les films avec des films de rap, ou quand il y a un placard qui sort. Donc c'est pour ça. Ah, mais il sort comme un placard. كي خرج لك من الطابله شريكي شريكي روح روح روح. دونك هذو هما لي سوجي مرمت ولا مازال؟ لا لا مازال ما تمرمتش. الاسبوع القادم نوعدكم نشوف لو فيلم ذا ليتل ميرميد ونشوفوا، لكن نذكركم باللي خرج الاسبوع الماضي وراهو ديسبونيبل في قاعه السينما. دونك حبيت نعطيكم بونوس ريكومونداسيون. ريكومونداسيون هذا المخرج راح يعجبو الحال ان شاء الله. ريكومونداسيون بريكال تاع واحد لو فيلم غني عن التعريف اللي هو اسمه غريملينز. غريملينز اللي خرج عام 1984. بقيت انا على بالي واسمه هذا المسلسل واسمه غريملينز سيكريتس اوف موغواي. موغواي نورمالمون هكا في سيري دانيماسيون توزيع الماكس اللي كانت اتش بي او ماكس اللي دوكا اسمها ماكس. خرجوا زوج حلقات فقط. دونك سي ان بريكل نتبعوا جيزمو مع سام وينغ. سام وينغ تقول لي شكون؟ شت هذاك الشيخ اللي مد جيزمو في الفلوفي هذايا كان صغير. أوكي. واحداث المسلسل هذايا يصير في 1920. ديريكسيون ارتستيك شابه صح سي فري. ستيفن كينغ ستيفن سبيلبرغ. ستيفن سبيلبرغ اصبر اسمع شلون نقول لك حاجه لابورشفون نجيبوا البيبليك هكذا ريحوا معنا تصفيقه حره على نجي نحب ستيفن كينغ ما غلطي اسمه بزاف. ستيفن سبيلبرغ اكزيكتيف برودوسر تاع العمل. جو دانتي اللي دار الفيلم الاول كامل عنده حلقه في هذا الفيلم كمخرج. ننصحكم تشوفوه زوج حلقات فقط بارك. كل اسبوع راه يزيد يخرج البريكول تاع صحيح. هذا ما كان فريتها نورمال الوقت صار وي كي قلت الله يبارك سيتي بابور الوقت تاعك. الله يبارك موسوعه السينما نجيب كثر خيرك الاسبوع المقبل كيف كيف عاود تجيب لنا جديد غير جديد. بون هيا الحبايب ما تنساوش لي ريزو سوسيو تاعنا ليتس بلاي بوان اوفيسيال حاضرين في كاع لي بلاتفورم وبيان سور كل جمعه على الهداف 7 العشية ونقصروا دوكا عندنا لقطة خفيفة رابيدمون جوزوها جوز الطابلة شريكي شوف راح تربحني فيفا جوز الطابلة راح تربحني فيفا 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 23 راس راس شافت فيرسس كريد. دونك كيما وعدناكم أنا ونجيب حبيبي نجيب الطريحه ان شاء الله اليوم نقصنا الوقت على كل حال. ريال مدريد او هنا بايرن ميونخ. بايرن ميونخ هذا هذا كل ما نشوفه في ستوري تاعي يلعب فيفا تكون هو في الصاله فيفا 21 وكريد جود اوف كريد تعرفوا دونك هيلعبوا جو بونس على بالك لا بروميير فوا لعبوا فيفا انا وياك في حياتي راح تكون اخر مره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هيا هيا دونك حنا نتمنوا ما يكونوش اهداف بزاف خاطر سينو انت كي تماركي تنوض تجري وتخرج من الكادر ديالك. بسم الله هيا تلعبش لعب ديرو تعليق ولا ما قالش دير تعليق جيبوا مهدي 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 تلاقيت فيه كيما اقسم بالله عاود يسلم عليكم كاع مهدي موسوعة فيفا مازال ناظريني عنده مهدي حداري 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 فينيسيوس 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 يا فينيسيوس هذا في لافريفي يلعب مليح وين؟ في لافريفي ها شو كيما هكا ما نعرفش واش ندير بها انا صبر 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 اصبر شو شريان ولا عندي بروبليم تحب روح 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 واش درت؟ استنى والله ما على بالي كاع واش درت اول لقطه اول لقطه اول لقطه نجيب لو بلو شوف فينيسيوس شوف فينيسيوس يا سلام السرعه 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 ينطلق خطا تاكل بروبر على كل حال بروبر 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 ما كاش خطا كوم مونسيو بروبر دير بيبليسيتي للديتيرجون شريكي بنزيما حداري خرج خرج شريكي واش خرج وين تروح وين تروح يا شافت راك تلعب مع لعاب يا واش داير بالك باللي فيستيفال دو كان كاين لا بالم دور
هنا كاين في الفوت واش كاين البالون دور. يا سلام صار عليك حسبك زرق الدرجه هذه. هداري هداري بدها بنزيما هداري اقدف اقدف كراوس القدفه قال لك كراوس تاع بكري اش تاع بكري ما قش تاع بكري كراوس 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 انا نقول لا كراوس تاع هذاك طويل يلعب كروس وكان عندنا كراوس واقيلا احنا ثاني في الدوري صح كان كاين سيفري كان ثاني طويله اصبر ضغط ضغط شريكي ضغط ضغط ما كاينش تسلل ما كاينش تسلل الهدف 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 الاول الهدف الاول والاخير في هذه المقابله قول كيفاش اسمع انا قصا يعني تعرف قال لي ماركي ماركي شريكي ماركي لا يديرني اضحك على بالك ماركي شكون هذا اللي ماركا بشعر هذا والله ما على بالي راه شعراوي شعراوي تاع تونس نو اصله تونسي غير يلعب مع الطاليان هو اي اي تعديل تعديل ان شاء الله اوه يا سلام على فالفيردي فالفيردي يا سلام هذا فالفيردي هذا هذاري انا ريكيبيراسيون دو بال كذا يعملنا دي باس على برشلون كذا يعملنا من هيك يا سلام يا تاكل نظيف مقابله نظيفه لحد الان اروح تشوف نظيف بنزيما 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 خرج شريكي بنزيما لا اوب 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 حد كونتراكه طول هذه روح 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 ربما هدف تعادل اعطي لصاحبك اعطي لصاحبك شريكي اوه تقلقت تقلقت كنت قادر ندخل شويه بنزيما نعم يهرب اهرب شريكي ويهرب ويهرب بنزيما يهرب يا كره ذهبيه 2000 حداري شوفا شوفا 2002 بوم حداري الله الله ضربه مقصيه نعم اقدف 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 اقدف, أقدف. قطع ولا غير حقرني شاف لحد الان معليش نخلفها له لازم نطرين عند مسيو مهدي اوه كونتر اتاك عباك لازم نجيبو مهدي هاك شايف ويلعب بالتخبيه حصه مقبله ولا الى عنده الوقت سي مهدي راك تسمع فينا مهدي فيفا في القلب فيفا في واش كنت تكتبها هذيك خليها بيناتنا هذيك حداري ها ولد الثاني ها ولد الثاني شافها شافها شوف السرعة سرعة فينيسيوس سرعة فينيسيوس سرعة فينيسيوس شافها اوب 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 يضيع يضيع حبيت ندير له اون فان شريكي انت ثاني زرق على بالك شغال انا زرق ماشي انا يا مالف فيفا 22 بزاف ولعبوا اكس بوكس شايف هيا نروحوا للشوط الثاني ما تقوليش بدلت بلاي ستيشن رميت لهم كذايا لا لا ماشي على الجيم باس وكذا شايف واش عندهم اكسكلوزيفيتي اكس بوكس فكرني راك حاب شغل ديكونسونتريني واسمو هذاك تاع ليسباس اه وي دي ستار لا لا فيلد ستار فيلد اشكي شحت ماركي اليوم ماركي ماركي ما تشكيش سجل حداري حداري ما تستهزاش بيا ما تستهزاش بيا دوك نتقلق دوك نطفي البلاي ستيشن كنا صغار هيا هرب 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 شفتوا ولا غير هذه استور نحكيها لكم كنا صغار انا وليد عمي كنا نلعبوا لا تحكيها لنا كاع 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 كنا نلعبوا فيفا اه؟ غير ماركي وليد عمي طفي بلاي ستيشن 2 سيريو اقسم بالله محمد لك تفرج هنا انت روح انسان رياضية ما كاش يعني. كاش خويا بلاي ستيشن تاعي ديريكت شريك تاع البالون اللي كان اللي عنده ام البالون يديه انا كنت نطفي البلاي ستيشن ديريكت تحي لابريز على ذاك ما طولت عندي وانتو ليك قال لك خرجت فيرسيون واحده اخرى دوكا نحي الكونتور بلاي ستيشن شافت لا لا نحي الكونتور تلعب بالنار شافت شوف ماك في كونسونتري على بالك كاش كونسونتراسيون انا ملتي تاش او موان كاين بوت واحد بوغ لونور راك شايف ماركي لك اخويا خليني نجوز حداري هدف تعادل حداري هدف تعادل حداري حداري خويا بابا 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 با. جميله الله الله يضيع يضيع جميله تعبتنا يضيع يضيع راه شوف شوف اسمع ما بقالناش بزاف لا ميطون هذه ايه؟ لازم لازم نحكي على واحد الحادثه صرات في المكتب قدف اقدف اقدف لا لا ضيع حادي شاكيب خسر ديديكاس ديديكاس حبيبنا شاكيب شاكيب يعمل يخدم معنا في حسابات نعطولو شاكيب الشبكه شاكيب لعب لعب مع مع المخرج وكما نقولوا حنايا ادى طريحه وخسر انا خبز على باك خسر شريكي شاكيب كل ما يجبدوا عليه خسر واسمع هو اللي قال له راح قال شو راح يرجل
قالوا مخرج قالوا شو لعب معاك اخر مقابله تاع لا سيزون اللي يربح شو هو لو شامبيون تاع هذا العام شو ريسك نورمال وحبيبي وحبيبي دار عليه السبيسياليست سبيشال وان اك شايف انا كان زوج ما نجربش نلعب معاه واش يدير له اصبر دقيقه واش يدير له دار له سونري كل دار له هذيك الاغنيه تاع وي ار ذا تشامبيون في البيرو طول طون وي ار ذا تشامبيون تحيه للكوين في الغد تحيه لشاكيب وكوين ثاني هذا لي هدف ثاني هدف ثاني هدف ثاني لا 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 شاكيب بالك نجيبو نلعبو معاه بيسك اون سمومون شاكيب معروف باسم الشبكه الشبكه اه نشتيوا نشتيوا شاكيب تبعنا واش بك خليني الماركي بابو تاع سونس هاي خليك خليك شخون شاد خليك راح رياضيه انا نخدم معاك خوك صاحبك بون بقاو 3 مينوت شريكي حبايب ما تنساوش ليتس بلاي هاو البيت هاو البيت كل جمعه الهداف على السبعه وفي يوتيوب والقلوب على السوسيال هاي تهلاو سلام هايله هايله اليوم هايله اوه با 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 يسجل في الدقائق الاخيره الثواني الاخيره ما خليتنيش سلام ما تقطعنيش قول لهم هنا قول لهم هيا باي باي سلام ميرسي